بالنسبة للشعر. فوائد الأملك بالنسبة للشعر، هو يا إخواننا بيحتوي على زيت الأملأ، هو المفروض اسمه زيت الأملج، بس هم سموه زيت الأملأ. هيعتبر الأملج منشط للشعر ويلعب دورا هاما في جعل الشعر أكثر صحة وأكثر قوة، وهو علاج طبيعي فعال لعدد من مشاكل الشعر. يقوي الشعر، يقوي بصيلات الشعر، وبالتالي يشجع نمو الشعر. ويمكن وضع خليط من الأملج مع عصير الليمون على فروة الرأس وتركها لمدة من 20 إلى 30 دقيقة، ثم شطفه بالماء الدافئ. سيؤدي هذا إلى تقوية الشعر من الجذور، تقوية الشعر. عشان كده يا جماعة في ناحية مهمة جدا هعلق على النقطة دي، في ناس كتيرة جدا بتيجي بتعاني من تساقط الشعر. الشعر عبارة عن نسيج من أنسجة الجسم، يعني ما ينفعش الاعتناء بالشعر من الخارج. أهم حاجة نقضي على الأنيميا، وأنا قلت القضاء على الأنيميا عن طريق استخدام مركبات الحديد والزنك والنحاس اللي موجودة دلوقتي في مكملات غذائية اسمها الفيروترون والزنكترون. أهم حاجة بدم. في ناس كتير جدا يجي يقدر الهيموجلوبين ويقول لك لا ده أنا الهيموجلوبين عندي كويس، طلع 13 وطلع 14. يا جماعة في جزء من الهيموجلوبين بيتأكسد وبيتقدر هنا، بيخش في التقدير في تقريبا 20-30% في صورة الميت هيموجلوبين. لو انت شلت من 20% ل 30% من الميت هيموجلوبين اللي موجود كده، هتجد ال 13 دي مش سليمه، هتجد ال 13 مش سليمه. عشان كده التقدير هنا التوتال هيموجلوبين مش سليم. عشان كده يا جماعه في منتهى الاهميه ان احنا نزود، ما فيش انيميا، بدل ما فيش انيميا نستخدم الاملج. الاملج ده في حاجه، هو في زيت الاملج. طب في ناس يقول لك نحط عليه ليمون، لا ما تحطش عليه ليمون، برضه حط عليه ميه بتغلي، وبعد ما تحط عليه ميه بتغلي اصفيه واخد الميه احطها على الشعر لمده من 20 الى 30 دقيقه. بيعمل ايه؟ بيمنع تقصيف الشعر، وبعدين يمنع تساقطه، بيزود كثافته لانه بيغذي البصيلات، وبعدين في الوقت نفسه ينعمه لان زيت الامله بينعم اللي موجود.